المسألة الحقيقة أوضح مما تصور. الله عز وجل له وجود بدني في نص عن السلام الموجود. طيب أنت موجود ولا مفقود؟ ولو موجود شكل يكون مفقود يعني. شوف شلون شلون يا أوفل موجود. طيب شلون جعلت نفسك شريك مع الله في الوجود؟ سلكها واستريح. كل الآيات هكذا، كل الآيات هكذا. شو المشكلة إذا قلت في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يداه ليست كأيدينا؟